تساعد الأخشاب على إمداد الملايين من الناس بمياه الشرب النظيفة والآمنة وطهي الطعام وبناء المأوى. كما للأخشاب القدرة على القيام بما هو أكثر من ذلك، فالأخشاب قادرة على تشييد ناطحات سحاب وأن تحل محل البلاستيك. ومع التقدم العلمي نرى أن الأخشاب تغير طريقة رؤيتنا للعالم وتغير نمط ملابسنا وكيفية التنقل بطرق ملائمة للبيئة. ومن خلال تقنية النانو يمكن للأخشاب أن تساعدنا على الشفاء وإيجاد علاجات جديدة، حتى أن لدى الأخشاب القدرة على أخذنا إلى الفضاء. عندما تدار الأخشاب على نحو مستدام يصبح الخشب مورداً متشدداً. اختر الأخشاب المستدامة لما فيه صالح للإنسان والكوكب.